حلو 500 دي حلوة عشان الحسد. اه طبعا 546. انت بتخاف من الحسد؟ لا لا خالص. ليلة 546 ده 24 يوليو 2012، قلت انك مش بتحب تظهر في برامج رمضان، مظبوط، وبتكرهها. قبلت الظهور معانا صح؟ لا ما بحبش اظهر في اللي هي فيها مقالب، لان هما بيقولوا لي يعني بيقولوا لي ان في مقلب وبتاع وكده، فخلاص. هو الكلام كان كله ان باسم سمره ما بيحبش يظهر في التوك شو والمقالب. انا ظهرت مع استاذه هاله سرحان السنه اللي فاتت، ظهرت مع وائل الابراشي ومع ناس مهمه جدا وناس محترمه جدا، بس المقالب ديت لما حد يتصل بيك يقول لك مثلا بس انا حركه كده عشان الناس تبسط وبتاع، فما يعني قالوا لك كان برنامج ايه اللي طلبوك وقالوا لك تعالى تعمل؟ بلاش تزنقني في حته. انا مش بزنقك، معظم البرامج كلهم بيقولوا خليك يا باسم. أنا هو ايه المشكله؟ ما بحبش احرج حد، بس هي معظم البرامج بتاعت بالعكس انت مش بتحرجهم، يعني مثلا برنامج بتاع رامز جلال دوت بيبقوا عارفين، كلهم بيبقوا عارفين، معظمهم يعني عارفين. انت تقصد ان البرنامج ده مضروب؟ اتصلوا بيك وقالوا لك؟ لا ما اتصلوش بيا المره دي، بس اتصلوا قبل كده. اتصلوا قبل كده وقالوا لك؟ اه. طب يعني مضروب؟ انا بقول لك. طب الناس بتروح ليه؟ سجوبة زي ما انت ما قلت، فلوس. اه بيبقى فيها فلوس، لان انت قلت كده فعلا. اه بيبقى فيها فلوس كويسه. طب حتى لو اتعرض عليك فلوس كتير قوي تاخدها عشان تظهر؟ خايف تمثل على الناس؟ ما بعرفش، هتطلب صراحه وبتاع.